نسب ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، إلى إخواني وأخواتي في الجالية الإسلامية في تشارلوت وجميع الجاليات في الولايات المتحدة الأمريكية وجميع المسلمين في العالم إذا كانوا يسمعوننا، تعقيبا على توقيف المساجد من خطب الجمعة، هذه أول مرة في جالياتنا وفي مسجدنا تتوقف الجالية عن حضور الجمعة. يحضرني في هذا المقام قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. مفهوم هذه الآية أنه إذا جاء وحزب الأمة أو الجالية أمر سواء مرتبط بالخوف أو الأمن، بعض المسلمين ينشرونه بشكل فيه نوع من الاستهتار والسرعة، في حين أن الله عز وجل في هذه الآية وجه الأمة ووجه المسلمين أن يردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يردوه إلى أولي الأمر منهم، وأولي الأمر سواء كانوا المسؤولين أو الحكام، وكثير من المفسرين قالوا هم العلماء بدليل قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هي فيها علم وفيها استنباط وفيها اجتهاد، هذا من عمل العلماء والمجتهدين، فينبغي أن نرد هذه المسألة إلى مظانها وإلى أولي الأمر حتى نسمع منهم ماذا يفتون وماذا يقررون في هذا الشأن. وبالفعل ومنذ بدأ الحديث والكلام عن هذا الوباء وانتشاره واتساع نطاقه في أقطار العالم، يعني دائبت وحرصت على متابعة فتاوى العلماء وأهل العلم في معظم أقطار الناس الذي يتسنى لي منه يعني. فهناك أمر مهم، أن هذا المرض أمر ليس بالسهل، وأمر خطير، وأمر جدي، بالإضافة إلى ما يقوله أهل العلم والعلماء. لا يمكن أن ننسى أننا نحن كذلك نعيش في بلد فيه قانون وفيه إجراءات وأحكام وتعليمات أحيانا يجب الانصياع لها بحكم القضاء وبحكم القانون. وفي هذه المناسبة أود أن أتكلم عن عدة أمور. الأمر الأول أن هذا المرض أمر جدي وليس مزحة، وهو معتبر في كثير من البلدان أنه مرض وبائي ينتشر، وهو مرض معدي تجب الوقاية منه، فينبغي على المسلمين أن ينظروا إليه بعين الجدية وأن يحترزوا منه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الأمر الآخر، بعض المسلمين أو بعض الإخوة يقولون في هذا المرض أو هذا المرض المعدي هو عبارة عن مؤامرة، أمريكا سوته ضد الصين والصين ضد أمريكا. بغض النظر أيها الإخوة والأخوات، بعدا أو نبتعد عن مبدأ ونظرية المؤامرة، فالأمر واقع والأمر خطير، والناس تموت بالآلاف والمصابون بمئات الآلاف، وليس دورنا الآن أن نحلل وأن نستنبط وأن نستنتج هل هذا يعني فيه مؤامرة أو هو عقاب من الله ضد غير المسلمين أو ضد المسلمين. الله سبحانه وتعالى هذا شأنه، الله سبحانه وتعالى يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. دورنا الآن أولا أن نحمي أنفسنا منه باتباع التعليمات، وإذا استطعنا أن نساهم في وضع الدواء،
هذا هو دور المسلم في هذه المحنة وفي هذه المرحلة، ونترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى يحكم بين عباده. الأمر الثالث أن الشريعة الإسلامية جاءت بما يعرف الكليات الخمس وبعضهم عدها ست، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض، وبعضهم زاد حفظ النسل. جاء الإسلام ليحفظ هذا الدين، وجاء الإسلام ليحفظ النفس فحرم القتل، وجاء لحفظ العرض فحرم الزنا، وجاء لحفظ المال فحرم السرقة، وجاء لحفظ العقل فحرم الخمر والمخدرات. فلذلك الشريعة الإسلامية حافظت على الدين وحافظت على النفس. وعندما يصدر قرار من إدارات المراكز الإسلامية أو في بلادنا من دوائر الإفتاء ومن هيئات العلماء، هذا لا يتعارض مع حفظ الدين، لأنه لا أحد يقول لا تصلوا اتركوا الدين، إنما قالوا مؤقتا لا نصلي في المساجد ولا نقيم الجمعة والجمعات حتى تنقشع الغمة ويقضي الله أمرا كان مفعولا. فلا ينبغي أن نستدل بهذه الكلية ضد كلية حفظ الدين ضد كلية حفظ النفس، كما أنه لا ينبغي كذلك أن ندرج هذا الإجراء وهذا القرار تحت قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لأن الآية نفسها تقول: منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فهؤلاء الذين يمنعون الصلاة مؤقتا حتى تنقطع وينقضي هذا المرض إن شاء الله عن قريب، لا يسعون إلى خرابها ولا يريدون خراب المساجد ولا تدميرها ولا توقيف الصلاة فيها إلى الأبد. فلا ينبغي أن نستدل في بعض هذه الآيات كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعيب على الخوارج أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، فهم أول من سن بدعة الخروج على العلماء وتسخيف العلماء واتهامهم بالخيانة والعمالة إلى ما غير ذلك. فلذلك هذا أمر مختلف تماما عن من يريد أن يخرب ويسعى في خراب المساجد. والآن نتكلم عن بعض الفتاوى التي ذكرها العلماء في هذا الصدد وفي هذه المحنة. منها يعني سؤال أتى، يعني هل يصح إقامة الجمعة، يعني هل يصح للإمام أن يصلي الجمعة في المسجد لوحده أو معه بعض المصلين، والناس في بيوتها وفي أعمالها تتابع الإمام، تتابع خطبة الإمام ثم تقتدي به ركعتين صلاة الجمعة. هذه فتوى الشيخ العلامة محمد حسن الددو العالم المعروف المشهور حفظه الله. وسألت أنا شخصيا الشيخ الدكتور صلاح صاوي، فقال أن فتوى أمجة المجمع الفقهي هنا في أمريكا، وهو شخصيا لا يرون ذلك، وأنا أمين إلى هذا الرأي، لأن الجمعة لها جماعة ولها مكان تقام فيه. وإذا أبحنا لكل أحد أن يقيم الجمعة لوحده ستكون فوضى. وهذا ينقلنا إلى السؤال الثاني، أن الشيخ الددو نفسه قال يجوز للمسلمين في بيوتهم كانوا ثلاثة فأكثر أن يقيموا صلاة الجمعة في بيوتهم أو في أعمالهم. وهذا كأن الشيخ صلاح أجازه مع التحفظ، ولكن سمعت بعض الشيوخ كذلك المواصلين من يومين أنهم لا يجوزونه، واستدلوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال أن في نداء لصلاة الجمعة وفي سعي إليها، فالسعي يكون إلى شيء معين، إلى مكان معين، والنداء يكون إلى شيء معين. النداء
نداء لصلاة الجمعة فلا تكونوا في البيوت، والسعي يكون إلى المسجد أو إلى مكان إقامة الصلاة لا إلى مكان آخر. الشيخ الدد يقول أن أول صلاة جمعة أقيمت في المدينة أقيمت بين النخل، يعني لا يشترط لها أن تكون في المسجد، وهذا ما ذكره الدكتور صلاح أن المسجدية ليست من شروط إقامة الصلاة. مع العلم في حد علمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في المسجد والعيدين في المصلى خارجا في الفلات أو في العراء. رغم هذا أنا لا أقول أن المسجدية شرط، ولكن أميل إلى الرأي الذي سمعته من بعض العلماء قريبا أو مؤخرا أن ينبغي أن تكون في مكان وفي جماعة وفي إمام، وإلا يعني كأننا نشرع للفوضى والناس قد تستهتر وكل شخص أو كل مجموعة تكون عندهم جمعة لوحدهم. وهنا يعني نذكر عرضا ليس تفصيلا قضية إقامة الجمعة في مكان في مدينة واحدة أو أكثر من جمعة في مدينة واحدة. فنحن الآن عندنا مساجد كثيرة تقام فيها الجمعة، فكيف لو فتحنا الباب لكل مجموعة 5 ولا 10 أكثر أو أقل أن تقيم الجماعات أو الجمعات في بيوتها أو مكان عملها، فهذا قد يحدث فوضى ويقلل من شأن شعيرة الجماعة في الجمعات، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى سأل عنها بعض الناس، وهي أن يصلوا في المسجد سواء جمعة أو جماعة ولكن يتباعدون، لأن التعليمات الطبية قالوا أن تكون بين أن يكون بينك وبين شخص آخر متر أو متر ونصف. يعني الدكتور صلاح صاوي قال هذا خلاف السنة، ولكن إذا كان هذا يقلل من انتشار الفيروس ويقلل من انتقال العدوى من ناحية طبية فلا بأس به، والله تعالى أعلم. أخيرا أريد أن أذكر بعض التوصيات، منها الالتزام بتعاليم النظافة ما يعرف بالإنجليزية الهيجين، والمسلم كما ذكرنا دائما ونذكر أنه نظيف وطاهر سواء كان فقيرا أو غنيا، رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، لأن من يلتزم بالاستنجاء وأداب استعمال الخلاء والوضوء يوميا يعني أقلها 3 مرات إلى 5 مرات إذا ما توضأ لكل صلاة، وكذلك الالتزام بالسواك والنظافة، كل هذا يعني يساعد المسلم عن أن يبتعد ويكون يعني في حصانة بإذن الله من الفيروس. الأمر الثاني، كثير من الإخوة يتجرؤون في الفتوى وكلهم يعني ينصب نفسه عالما ويجب أن نصلي ولا ينبغي أن تسكر أو تغلق المساجد، وهذا أين التوكل على الله عز وجل، وأين هذه مسؤولية كبرى. دعوها يا إخواني، دعوها للعلماء، ولا أقول لي، دعوها للمجتهدين ولكبار العلماء ونحن نتبعهم في هذا. يعني مسألة يعني أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، هذه مسؤولية كبيرة لا ينبغي أن يتعرض لها العوام فضلا عن يعني طلاب علم، فهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن على الناس أن يتنبهوا لها. وقد ذكرنا يعني منذ قليل قول الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هناك ناس علماء مجتهدون يستنبطون الأحكام من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعوهم هم يتولوا هذه المسألة، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر عند الله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى أوصي بها نفسي وإياكم، الإكثار من الدعاء، فقد روى الحاكم وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، وحديث آخر كذلك عند الحاكم وحسنه الألباني أيضا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة،
أي بين السماء والأرض إلى يوم القيامة. فالدعاء يفري فريه أيها الأخوة المؤمنون، فأكثروا منه ففيه خير وبركة. أخيرا أوصي نفسي وإياكم بكثرة الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى. يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وحول الاستغفار يقول العلماء هناك ضمانان وأمانان من العذاب ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آية واحدة من سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالضمان الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، بين الصحابة صلى الله عليه وسلم، هذا كان ضمان وأمان للصحابة من أن يعذبهم الله يعني جملة. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله أن الله أبقى لنا ضمانا آخر، وهو وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإدامة الاستغفار والالتزام بالاستغفار ودوام الاستغفار فيه ضمان وأمان من الله سبحانه وتعالى من العذاب، وفيه الخلاص والنجاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الغمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الأمراض وسيء الأسقام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكشف هذا البلاء عن قريب، إنه جواد كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.